ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بشوية سجق بلدي. السجق بتتجاب طبعا أحشاء الخروف اللي هي المصارين، بتتنضف كويس وتتقلب وتتغسل بملح ودقيق وتتنضف زي الفل، عصرة ليمون، معلقة خل، نضفناها من قلبها وكل حاجة، نخليها على جنب ونجيب حتة اللحمة المفرومة ناعم، بلاش اللحمة الخشنة، وتتبل تتبيلة بسيطة من غير بصل ولا أي حاجة، ملح وفلفل بسيط جدا، وتخش طبعا بطريقة كده لطيفة. دلوقتي في طرق اختراعات لطيفة قمع، وفي حاجات مكن يدخلها كده وتبقى معانا زي الفل. طبعا أنا جايبه جاهز للأمانة، المصداقية دي شعارنا على شاشة القناة الأولى، ده جاهز معايا. أنا دوري إن أنا أبدع فيه النهاردة وأعمله النهاردة كفتة، نعمله النهاردة فطيرة حلوة قوي. مقاديره على الشاشة عبارة عن سجق، بصل، ثوم، فلفل، كل المقادير دي معانا، جبنه موزاريلا، مقادير العجينه دي ورشه ملح وشويه زيت وخميره وملح مع بعض. طب تعالوا نعمله مع بعض سريعا كده. طاسه على النار وفي البرطمان، البرطمان معايا زي الفل. تمام، بصله ناعمه مع حته اللي هي فص توم ناعم، تحميره كده ياخدوا لون ياخدوا طعم. اهو اهو سريعا كده يا عم الشيف، سريعا معانا السجق متقطع وجاهز زي ما هو. انا مش عايز انزل بالسجق على البصله وهي نيه، الحاجات دي مهمه جدا علشان دي فطيره هتخش الفرن. ايه مقادير الفطيره يا شيف وايه قصه الفطيره ديت؟ نعرف فطيره التفاح، فطيره مثلا بالفواكه، انما فطيره سجق ده لاول مره نسمع عنه مع الشيف المغازي. اهو عجينه، بنعجن العجينة 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا رشة ملح، رشة سكر، معلقة صغيرة من الخميرة بديل لها بيكنج باودر، مية دافية، بنعجن العجينة زي الفل. ممكن نضيف بيضة للعجينة عشان دي بتبقى فطيرة كمان ايه دسمة. بناخد العجينة يا عم الشيف المغازي ونقطعها نصين وهي لسه بعد العجين مباشرة، ونخمر كل جزء لوحده. الجزء الأولاني بنفرده في قلب الصينية دي كده هتخش الفرن، وبنخليه بالشكل ده كده كأننا بنعمل طرد. حلو الكلام؟ بدل شوية دقيق مرشوشين، والنص التاني بنخليه هنا ونشوف هنتعامل ازاي معاها. معانا بصلايه ناعمه اهوت زي الفل. نعم يا غالي، اخد لون البصله بالحته اللي هي كاني واقف في المذبح، بصلايه اتقلبت لمذبح اهوت زي الفل. بنزل بالسجق البلدي، اللهم صل على النبي. كل ده مع بعضه، الشغل الحلو ده كده. مش هحط بهارات ولا اي حاجه خالص، فلفل الوان بالشكل ده كده، واسيبه على النار عند شوربه اللحمه اللي بتستوي على النار. اغذي منها السجق، فلفل الوان كده اهو زي الفل، شويه دبس الرمان. يا ويلي يا ويلي لما دبس الرمان يتناغم مع السجق. حلو الكلام؟ شوربه. اوبا، جيب لي اللحمه وريحتها الحلوه دي، مش شامم الريحه وانت في الاستوديو يا غالي حبيب قلبي؟ اهي 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 معلقه شوربه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ونقلب كده زي الفل. تمام، التقليبه دي مهمه جدا. طبعا الشوربه اللي هتنزل من الخضار ده والشوربه اللي انا حطيتها على السجق ده محتاجين خبره طهويه هنا. ايه الخبره الطهويه؟ بتقول ايه؟ عندي جبنه موزاريلا هتنضاف بعدين للسجق ده كده ونحطه في قلب الفطيره. الكلام ده هنعمله مع بعض حالا دلوقتي، بس خلونا افرد العجينه الثانيه. حلو الكلام؟ معانا اتصالات. نخلي كده دبس الرمان هنا ونوسع لنفسينا، اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت واقفه في المطبخ في ايام العيد النظافه اول باول. هناخد العجينه نخلي دي هنا كده. تعالي يا ست الكرك. يابا 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 يابا. ونفرد العجينه دي على النشابه دي كده. انا بفرد العجينه دي عشان احطها على الوش بتاع الفطيره وادخلها الفرن. احنا الفرن بتاعنا فيه طاجن كلاوي وقلوب اتحط في الفاصل، هنشوفه دلوقتي مع بعض لما نيجي نفتح الفرن باذن الله. العجينه دي بفردها عشان اجهزها، عشان بمجرد ما احط السجق في الصينيه اللي قدامي دي كده احط العجينه دي على الوش واقفله وادخله الفرن. ممكن بقى عند صفار بيضه، عندي شويه حبه البركه، شويه كمون خشنين، شويه سمسم، زي ما انت عايز. العجينه جاهزه هنا كده، وتفرديها بشكل دائري اكبر من الصينيه عشان تركب عليها. نبص على السجق اخباره ايه. معلقه الرقاق ده، عدينا شوربه حلوه زي دي كده. الجبنه الموزاريلا بنزل بقى هنا كده.
دي جبنه موزاريلا كل الكميه دي تنزل على السجق. الاطفال يحبوا الحاجات دي على فكره. معانا شويه زيتون شغل البيتزا، ممكن زيتون زي ما هو او زيتون شرايح. حلو الكلام، ونقلب ده كله مع بعض. حاجه جديده الاطفال بيحبوها. ونقلب ده كده اهو. الجبنه بتسيح، تقوم تشيل الايه الشوربه اللي موجوده عندي على النار. هناخد كل المقادير دي يا عم الشيف. وعلى فين يا مخرجنا؟ استعد 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 استعد. هنا الكلام ده. اللهم صل على النبي. طاجن سجق الاول مره، نقول شغل مطاعم، نقول ابتكار وابداع الشيف المغازي، وقولوا زي ما تقولوا، اهم حاجه تعمليه بنفس الطريقه. حلو الكلام، حلو الكلام. عندي العجينه اهي، الصينيه اللي انا عملتها ديت عشان البركه تخش بيوتنا. معانا شويه حبه البركه هنا. فين حبه البركه؟ اهي اهي اهي. عينيا هو ده اهو اهو اهو. استعد عشان الفرن، رايحين عند الفرن وداخلين النار يا فاروق، وربنا يكفينا شر النار يا فاروق. افتح يا سمسم وصلى على الحبيب قلبك يطيب. هنطلع الطاجن بتاعنا من الفرن. سيب المخاصي دي هنا كده، انا عايز اعمل شويه مخاصي النهارده مشويين ما اقولكمش. هناخد الطاجن ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ده الطاجن اللي كان معانا من شويه، وناخد بداله الصينيه. هو ده السؤال تحت طبعا، لان معانا عجينه في النص هتستوي. طاجن سجق في الفرن، او نقول فطيره السجق البلدي في الفرن بحبه البركه، ويجعل البركه في بيوتنا جميعا. نطلع الفطيره. يستعد معايا يا فاروق، انت النهارده هتتعب معايا شويه بس هعوضك خير ان شاء الله. ولمين طلع الفطيره يا شيف. فطيره السجق البلدي لاول مره يوم عيد الاضحى حصريا على شاشه التلفزيون المصري بحبه البركه. اللهم صل على النبي.